كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمرت وجنتاه. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ما يغضب، لكن يغضب إذا انتهكت حرمات الله، ويظهر الغضب في وجهه، يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. وجنتاه، الوجنة الخد، هذه تسمى وجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم جميل وأبيض الوجه ويغضب، وهذه الحمرة حتى في غضبه جميل صلى الله عليه وسلم. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب وهو قائم جلس، وإذا غضب وهو جالس اضطجع فذهب غضبه. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب ما نستسلم للغضب، نغير أحوالنا، اخرج، قف، اجلس، تحرك، المهم لا تبقى، لأن إذا بقيت الغضب يتسلط عليك، يتسلط، لكن إذا تحركت أنت بدأت تضعف الغضب وبدأت تخرج الغضب من عندك، وإذا خرج الغضب جاءت الحكمة وجاءت الرحمة. كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب لم يجترع عليه أحد إلا علي. علي صحابي وهو ابن بيت النبوة، ولذلك ممكن يأتي سيدنا علي ويقول، يعني يحاول أن يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم أو يخفف عنه، هذا لمكانته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان صلى الله عليه وسلم إذا غضبت عائشة عرك بأنفها، يعني يلاطفها، هي غضبان ويعمل لها كذا، يعرك يعني يفرك بأنفها أمنا رضي الله عنها وأرضاها. كان إذا غضبت عائشة عرك بأنفها وقال يا عويش، يعني اسمها عائشة لكن وقت الغضب يلطف معها، يدللها، يعني ما يزداد غضبا عليها، إنما بالعكس، هذا يسمى تفخيم، ترخيم وتدليل لها، يا عويش، بالتصغير والترخيم، جمعهما لزيادة التحبب والتلطف صلى الله عليه وسلم، أخلاق عالية. وقال لها يا عويش قولي اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. والله نحن لازم نتعلم هذا الدعاء ونحفظ ونحفظ عوائلنا. اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. نعم.